الميزانيه الماليه الا سمحتوا خصنا نعطيو الاولويات مستشفى الامراض العقليه بالفعل. مدينه ما كاينش عائله وحده اليوم في مدينه الدار البيضاء ما عندهاش مريض مصاب بالامراض العقليه، فين غنديو هاد الناس؟ وهما مرضى اللي يعني خصهم واحد العنايه جد مهمه، وفهاد يعني باش ما نقولش راه خصنا ننوهو بالناس ديال الصحه اللي كيشتغلوا في هذيك الظروف، راه جلهم ساكنين في مدينه الدار البيضاء وما عندهمش باش ينتقلوا، وسائل النقل راه خصك تمشي تشوف باش تعرفوا فين جا. فبذلك اليوم خصنا طبعا تكون عندنا الشجاعه السياسيه ايضا على اننا اليوم تكون عندنا يدنا طبعا على اننا نساعدوا وزاره الصحه باش يمكن لنا نخرجوا مستشفى سيدي عثمان للوجود، ونخرجوا شي مستشفى ديال الامراض العقليه اللي خصها تكون الطاقه الاستيعابيه ديالو جد مهمه. في واحد الوقت كنا كنتكلموا على مستشفى ديال 1000 بالنسبه اللي خصو يخرج، لان انا كنقول لكم الاحصائيات عطاتنا عائله واحده، وريوني غير عائله واحده ما عندهاش مرض نفساني اللي كيستوجب الاستشفاء، وراه هذوك الناس كيف ما كنقول لكم غادي يديروا واحد العمل يعني جد 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 مهم. ف مثلا يعني كلهم مشروع التهيئه اليوم كنظن على اننا راه الملف راه موجود لطمانه الجميع، على ان جميع المقترحات راهم واجدين وغادي نصيفطوها لكم اليوم. يعني اليوم السيد العامل ديال الوكاله الحضريه غادي توصل بهم، فيهم ملاحظات المجلس، ملاحظات المقاطعات، ملاحظات الساكنه ايضا، كل شيء تصاوب في جداول اللي غادي تبلغوا بها ان شاء الله مقاطعه بمقاطعه. فعمل جد مهم اللي قاموا به ايضا اعضاء ديال الموظفين ديال التعمير، فهنا الشكر والتقدير لهم، يعني ما خصناش نساو على ان باش يعاودوا يجمعوا هذا الشيء كله ويشتغلوا فيه في ظرف واحد الفتره ديال العطله، فهنا ايضا انوه بالعمل الجيد اللي قاموا به جميع الموظفين. وطبعا الشكر الموصول لجميع، وانا قلت للسيد العامل للاسف جانا مشروع تصميم تهيئه وقت ديال العطله، وانا شفت لا موبيليزاسيون اللي درتيو يعني بجميع لي جروب باش الناس اليوم تكون حاضره ويستكملنا الاتصال، فهذا طبعا هذا من روح المسؤوليه ديال اعضاء هذا المجلس اللي مازال كانوا يبيعون. الا سمحتوا غادي لا بقى السيد الرئيس بالنسبه للمساحه الخضراء اللي كاينه في التجمعات بعداك يعني بالاضافه الى بغيتونا النقطه اللي ضروري نشيروا لها في المقترحات ديال اللجنه، المقترح ديال هذه النقطه ضروره توطين جميع المساحات الخضراء والتجهيزات والطرق المرخصة في إطار التجهيزات والمجموعات السكنية في وثيقة تصميم التهيئة، يعني ما تبقاش عندنا، فهذا التوطين ضروري وإجباري أسي عمران، ما غاديش يبقى يمشي للمواطن يجتهد، راه ما يمكنش المواطن يجتهد، راه حنا اللي خصنا نجتهد، وحنا اللي خصنا نحميو المواطن، وبذلك هذه الجملة ما تبقاش أنه تبان خصها تولي واضحة تماما في جميع يعني تصاميم التهيئة. إذا سمحتي السيدة الرئيسة واحد التوضيح في إطار نقص النظام. يلا باش نسمو السي. إذا سمحتي السيدة الرئيسة أنا كتجيني شي حاجة طريقة وخرجت ورجعت كنت ندير تدخل ولكن ما نكتبش. إذا أنا كنطلب غير واحد التوضيح، واحد التوضيح في الفقرة واحد الأولى ومدرسة العمراني لا ممكن يجاوبنا عليها. كيفاش جات ديك الفقرة؟ المادة الأولى. وهنا كنقول لك باننا ربما اللي فهمت بان كان شي بلايص كيكونوا فيها فيلات وكيتحولوا لعمارات، ودابا جات ديك الفقره واحد ما عرفناش كيفاش جات، بغينا فيها شي توضيح. وشكرا. الجريده الرسميه تبقى ساريه مفهوم كل ما يتعلق بالمرافق العموميه الوارده بها، وايضا بالتنطيقات والمقتضيات الوارده بدفتر التحملات. فيما يتعلق بالتنطيق اللي كيكون في دفتر التحملات واللي كيجي تصميم تهيئه وكيجي بشكل مغاير، ما كيعطي ان بلوس، كيعطي واحد القيمه مضافه للتنطيق، في هذه الحاله هذه كنطبقوا الماده الثانيه اللي هي متعلقه بالتعديلات الثانويه يعني موديفيكاسيون التعديلات الخاصه لموديفيكاسيون بارتيكولير. في هذه الحاله هذه تصميم التهيئه كيقول بانه في حاله اذا كان التنزيل ديال مقتضيات هذه الوثيقه هذه غير ملازم للمقتضيات الحاليه، فالمقتضيات ديال تصميم التهيئه هي اللي كت وبالتالي انه الماده واحد فيها شقين، فيها الجانب ديال التوضيح وفيها الجانب ديال المرافق العموميه. المرافق العموميه مرتبطه بحقوق الاغيار وحقوق ديال الاداره فيما يتعلق بالمساحات الخضراء والمرافق العموميه.
والتنطيق كيبقى حق مكتسب للاغياء مثلا اللي كانت مكتسبات وجات من تهيئه وراها منطقه عمارات موجهه اللي هو بدوره كيبنيها على مخطط توجيه التهيئه الحضريه اللي هو كيحدد الكثافات التامين الحضريه لي دونسيتي يوغ. وبالتالي ان المقتضيات ديال الماده 11 كتحترم ايضا فيما يتعلق بالتنطيقات بناء على ما هو مسطر في التصورات التي ياتي بها مخطط توجيه التهيئه الحضريه بشكل مختصر جدا. هي عمليه مترابطه قانونيه تنتج حقوق وايضا لها امتيازات. اذا حاملي المشاريع راه عندهم الحق يستافدوا من الامتيازات اللي غادي يجي بها قسم التهيئه، وفي الاغلب ها كتكون بناء على التوصيات والقرارات اللي كتاخذها اللجنه المركزيه او المخطط توجيه التهيئه الحضريه كيكون يعني اقرها في وثيقته. وكل ما هو متعلق بالمرافق العموميه لا تتقادم الوارده بالمشاريع المرخصه لا تتقادم ولا تنطبق عليها مقتضيات الماده 28 من قانون 1290. يعني باش يكونوا الاخوان طمنوا ان مقتضيات الماده 28 من قانون 1290 لا تتعلق بالمرافق الوارده بالمشاريع المرخصه.